الأخضر بري، شاهدنا المغرب ينسحب قبل شهرين من تنظيم كأس إفريقيا، هل نستطيع الآن القول بأن حجج المغرب كانت واهية؟ بالعكس، هذا تأكيد بأن المغرب كان على حق، بأن المشاكل التي عاشها الغنيون هذه المرة أن لا نستطيع أن نحضر وأيضا نستضيف بطولة إفريقيا في ظروف شاهدناها بأنها كانت ظروف صعبة. ما هي الظروف؟ الملاعب لم تكن جاهزة. لم أشاهد أي بطولة إفريقية منذ أن بدأت عام 57 أننا ننقل كل المباريات إلى ملعبين فقط، بينما في البداية بدأنا بأربع ملاعب. هناك مساندة كبيرة من أطراف خارجية. غينيا الاستوائية لا تملك شرطة، فجيء بشرطة من خارج البلد، لا تملك ملاعب، مساعدة جاءت من إسبانيا لأنهم الذين ساعدوهم في الملاعب في العشب، أيضا كانت مساعدات مالية. ولا ننسى أيضا غينيا الاستوائية منذ 3 سنوات فقط كانت نظمت بطولة إفريقيا مع الجابون، أي كانت عندها فكرة وخبرة وعندها ملاعب أيضا كانت جاهزة من قبل. لكن قلت لي بأن المغرب كان على حق. على حق؟ أي حق؟ أي حق؟ لأنه كل البطولات الآن، رابح كان محترف في الخارج يعرف هذا، بأن اللاعبين الآن المغتربين والمحترفين في الخارج لديهم مشاكل مع الأندية، عندما يغيبون في شهر ديسمبر ويناير تصبح لهم مشاكل مع المدربين. هناك كثير من اللاعبين الأفارقة خسروا أماكنهم وأيضا ربما مسيرتهم الرياضية بسبب انتقالهم إلى منتخب البلد. في نفس الوقت أيضا المغاربة يقولون بأن هناك مرض ولم يمتنعوا عن البطولة، وإنما طلبوا تأجيل البطولة إلى شهر جوان. شهر جوان الآن كوبا أمريكا في أمريكا الجنوبية تقام في جوان، لكن هذه ليست دورة ما بين الأحياء حتى يتم طلب تأجيلها. هذه كأس إفريقيا لكن في أمراض، وأنت لكن لم يكن في مرض أي حالة إيبولا في هذا الكأس. لماذا؟ لأن المغرب طلب أيضا مساندة بمساعدة ربما لا يقوى على تنظيم هذه البطولة، ولا يريد أن يعرض الآخرين إلى المشاكل. ربما تلقى ملفات أيضا سرية لا نعرفها نحن أن فيه مشاكل ربما أكثر من الرياضية، ربما السياسية، ربما هجرة المهاجرين الأفارقة عن طريق البحر ما نسميهم بالحراقة عندنا، ممكن أن يكون المغرب مثلا نقطة عبور لأوروبا، ربما الأوروبيين نصحوا المغرب لكن المغرب لم يمتنع، قال أؤجلها إلى يوم. وأنا أظن بأن في صالح الكاف أن يكون مثل الاتحادات الإفريقية الأخرى، أمريكا الجنوبية وأوروبا، أن تقام هذه البطولة في شهر يناير، وبذلك يكون أيضا اللاعب الإفريقي في حرية. وفي نهاية الموسم الآن كثير من اللاعبين لم يكونوا جاهزين، كثير من اللاعبين ربما أيضا في المنتخب الجزائري كانوا يفكرون في الأندية أكثر مما يفكرون في المنتخب. معظم الدول الإفريقية الطقس حار جدا في الصيف، لا يمكن تنظيم. حتى كأس العالم 94 في أمريكا كان الطقس حار، كانت مباريات في منتصف النهار الساعة 12، يعني كان في بعض المباريات شاهدتها أن البرازيل وإيطاليا أيضا لعبوا الساعة 12 لتلبية رغبات أوروبا، لأن نقل المباريات كان في منتصف النهار لكي يسمحوا للأوروبيين، لأن فارق الزمن كان 8 ساعات، يسمح للأوروبيين بمتابعة المباريات. يعني في قطر ستقام البطولة حتى في فصل الصيف أو الشتاء هناك حر، ولاعبون شمال إفريقيا المغرب الجزائر تونس ومصر أظن بأنهم سيعانون من، لأن الأوروبيين ربما هم اللي يتأثروا بالمناخ. أظن فصل الصيف هذا ليست حجة بالنسبة للأفارقة.